أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار والمستهل بالعناوين. وزير التربية عبد الحكيم بالعابد يشرف على انطلاق ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات. استمرار فعاليات الصالون الدولي للصناعة والسياحة في طبعته الأولى بمنتزه صابلات الجزائر العاصمة. أمن ولاية بومرداس يوقف 3 أشخاص ويحجز كمية من المخدرات. حملة تنظيف واسعة للمقابر ببلدية الحمة ولاية خنشلة. بداية، أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد اليوم الأحد على انطلاق ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات، هذا بحضور كل من مدير التربية الوطنية، الأمينة العامة، رئيس الديوان والمدير العام للبرامج وكذا مفتشون، حيث أكد الوزير أن امتحان تقييم المكتسبات يعد أول تجربة هذه السنة، وسيتم العمل على تحسينه شكلا ومضمونا وتفعيله وتفعيل مخرجاته، أين سيتم رؤية كيفية تحسن هذا المنظور وتحسن نتائج التلاميذ بعد هذه المعالجة. بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة لا يزال الصالون الدولي للصناعة والسياحة في طبعته الأولى مستمرا إلى غاية اليوم 9 من الشهر الجاري. الصالون من تنظيم مؤسسة سوق الفلاح الجديد بالتنسيق مع ديوان حدائق الرياضات والتسلية وكذا غرفة الصناعات التقليدية والحرف، منتجات غذائية وأدوات مدرسية هي الأخرى متوفرة. هذا النوع من التظاهر يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحد من المضاربة والاحتكار وخلق تنافس بين المصنعين والمنتجين الجزائريين وتشجيع أصحاب الصناعات والحرف التقليدية. التغطية للزميلة أسماء خليفة. السلام عليكم، خياري خالد، مسير شركة كاجيكوس لصناعة مواد التجميل. احنا رانا متواجدين هنا في صالون دولي للصناعة والسياحة. رانا سعداء يعني بالحضور تاعنا والمشاركة هذه، إن شاء الله تكون مشاركة طيبة وإن شاء الله تكون مبادرة جيدة اللي يعني تكون تقربنا من المواطنين والمستهلكين الجزائريين. أول حاجة يعرفوا الماركة تاعنا، وثاني حاجة يكونوا مثلا عندهم اتصال مباشر يعني بالمنتجات تاعنا وإن يقدروا يجربوها وإن شاء الله تعجبهم وتنال رضاهم إن شاء الله. ماركة كيراليس هي يعني ماركة جزائرية 100% تعتني بالشعر يعني بالعناية بالشعر، كل ما هو ما تحتاجه يعني المرأة الجزائرية. المنتجات تاعنا متكونة من مكونات غير كيميائية بدون سلفات بدون ملونات أو بارابين أو هذه المكونات. ان شاء الله يعني تكون المنتجات تاعنا تراعي الجوده اول حاجه، وثاني حاجه يعني تراعي السعر يكون مناسب لكل المواطنين الجزائريين، ونامل انها تكون يعني المنتجات تاعنا في دائما في تحسن وفي تطور باش ان شاء الله يكون المنتج الجزائري موازي للمنتجات تاع الخارج ان شاء الله. عفوا. بالنسبة للمعرض هذا يعني كان معرض جيد، وحنا يعني نشجعوا هذه المبادرات اللي تكون اللي تساعد الاقتصاد الجزائري بصفة عامة، واللي يعني تكون تحسن المنتجات بصفة عامة، يعني سواء كانت أي منتج جزائري أو محلي صنع، اللي راح تعاون إن شاء الله الاقتصاد الجزائري في التطور والتحسن إن شاء الله. مسيو تومي ياسر، ممثل شركة دوريان كار لصناعة مواد التجميل ومستلزمات مواد التجميل، المشاركة ديالنا في المعرض هذا لمدة 11 يوم. لقينا اقبال كبير بارابور المواطنين واللي يعرفوا لا مارك اللي ما يعرفوش لا مارك المنتوجات ديالنا. المشاركه ديالنا هنا اللي تي بينيفيك باسكو كاين ان كرون فلو دو تاع المواطنين ويجي، وماذا بينا شاركوا في تظاهرات كما هادو على المستوى الوطني باش نلحقوا لا مارك ديالنا اللي هي انتاج جزائري بكفاءه جزائريه بديزينورم اوروبيان، والحمد لله ماركه معروفه المواطنين اللي داوها مازالوا يجيو يدوها، ماذا بينا نزيدوا نشاركوا بلوس وان شاء الله تظاهرات اخرى باذن الله.
شكرا، يعطيكم الصحة. تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة برج منايل لأمن ولاية بومرداس من الإطاحة بثلاث أشخاص يقومون بترويج السموم والأقراص المهلوسة في الوسط الحضري، تتراوح أعمارهم بين 23 و55 سنة، حيث تمكنت المصلحة المحققة من إيقاف المتورطين في عمليتين متتاليتين وحجز 2579 قرص مهلوس. التغطية للزميل نبيل مغيرف. في إطار ضمان جهود المحافظة على البيئة وتزيين المحيط، أشرف رئيس بلدية الحمة بولاية خنشلة حفاص عمارة ورئيس دائرة الحمة منصور جمال بالتنسيق مع المجتمع المدني، تم تنظيف حملة المقابر بهدف تحسين الظروف البيئية لهذه المنطقة، حيث شارك فيها سكان المنطقة وفرق عمل من بلدية الحامة. تجسد هذه الحملة التزام البلدية بالحفاظ على الطبيعة والتراث الثقافي للمنطقة، باعتبار أن لهذه المقابر تراثا ثقافيا وأهمية تاريخية. التغطية للزميل دعموس كمال. اليوم رانا في حملة تطوعية لتنظيف مقابر على مستوى بلديات الدائرة. رانا في عينة في بلدية الحامة، رئيس البلدية راه مشكور مع الموظفين تاع مع بعض المجتمع المدني والمواطنين اللي شاركونا في العملية هذه، لكن ماذا بينا احنا اليوم رانا بدينا النقطة الأولى. الأسابيع المقبلة إن شاء الله كل المقابر إن شاء الله نحاول ننظفوها مع المشاتي اللي راهي كاين، لأن احنا المقابر تقريبا في كل مشتى كاينة مقبرة، كل مشتى كما قال رئيس البلدية راهو احنا رانا مستعدين باش نعاونوا بالماتريال، يديروا الحملة والبلدية راهي تعاون بالماتريال. احنا اليوم في حملة تطوعية لنظافة المقابر تحت إشراف رئيس دائرة الحمة وبعض المجتمع المدني وبعض المواطنين. هذه البداية الأولى اللي راح نبدأ في التطوع هذا، ولكن نتمناو أن من المواطنين ومن المجتمع المدني من رؤساء الأحياء ورؤساء الجمعيات أنه في الأسابيع القادمة إن شاء الله يعاونونا ويلبيوا النداء نتاع البلدية، لأنه هذه راهي مسؤولية الجميع، ونتمناو من كل مشتى اللي عندها مقبرة في المشتى نتاعهم أنهم يديروا يوم تطوعي، وإحنا رانا العتاد رانا نعاونوهم ونديروا كل أسبوع نديروا مقبرة، ونتمنوا انه يبيعوا الدعوة، ماهيش هذه هي الأولى والأخرى، ونتمنوا المبادرة تتكرر، وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نصري عبد الرزاق رئيس المكتب البلدي للاتحادية الوطنية للمجتمع المدني. احنا اليوم لبينا نداء تحت رئيس البلدية ورئيس الدائرة لنظافة المقابر، وهذا الشيء شجعنا ان شاء الله غير فيها عمل خير ان شاء الله، ونتمنى من جماعه تاع المجتمع المدني ان شاء الله المقابر الاخرين لازم يحضروا ونتعاونوا على الخير وهذا ما كان. الى هنا مشاهدينا نصل الى ختام النشره، شكرا لكم.